الحقيقه زي ما استاد القاهره برضه هو فخر لكل المصريين وفخر لكل العرب، يظل دائما الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي هو فخر لكل المصريين وفخر لكل العرب. الكلام ده انا مش بقوله عشان انا موجود في قناه النادي الاهلي، ولكن اللي انا اعرفه ان هذا الرجل هو واحد من الاساطير اللي موجوده في العالم او في مصر الحقيقه وفي افريقيا وفي العالم العربي. كابتن محمود الخطيب تم اختياره سفيرا لكأس الأمم الأفريقية 2019 ليكون واحد من الأساطير التي هتمثل مصر إن شاء الله في هذه البطولة كسفير زي ما قلت لحضراتكم لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. طبعا هذا الاختيار تم من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبرضو امبارح أو أول امبارح اليومين اللي فاتوا كمان تم اختيار الكابتن محمود الخطيب مع مجموعة من اللاعبين محمد صلاح وأبو تريكة وعصام الحضري ضمن أفضل 30 لعيب في القارة الأفريقية خلال الفترات اللي فاتت، طبعا من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة، وكان الكابتن محمود الخطيب رقم 13. عشان كده أنا بقول لحضراتكم هنحاول على قد ما نقدر نحافظ على رموزنا، هنحاول على قد ما نقدر نحافظ على أساطيرنا. كابتن محمود الخطيب حتى لو ما كانش هو رئيس النادي الأهلي كنت هقول هذا الكلام، حتى لو ما كانش الكابتن محمود الخطيب هو رئيس النادي الأهلي كنت هقول إن هو أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية، وسيظل كذلك الحقيقة بالاختيارات اللي احنا دايما بنشوفها، مش بالكلام اللي احنا بنقوله. الكلام اللي احنا بنقوله هو طالع من قلبنا، ولكن أيضا بالاختيارات اللي بتحصل والتكريمات اللي بتحصل له من كل أنحاء القارة الأفريقية. خلينا نتكلم عن القارة الأفريقية والعالم العربي الحقيقة، هذا الرجل الكل بيحترمه لأنه عنده مبدأ، عنده احترام، عنده أخلاق. الكلام اللي كان بيتكلم عليه الرئيس النهاردة الحقيقة لكل اللاعبين، لكل اللاعبين الحقيقة النهاردة كان بيقول لهم يا جماعة من فضلكم أهم حاجة العالم كله بيتفرج علينا شكلنا جوه الملعب يبقى عامل إزاي. لو بصيت بقى على الجانب الآخر عمرك ما هتلاقي محمود الخطيب عمل مشكلة، عمرك ما هتلاقيه عمل طلع شتم حد ولا طلع اتكلم على حد بطريقة مش كويسة ولا كذا ولا كذا ولا كذا. الكلام اللي حضراتكم يعني خلال الفترة اللي فاتت حصل منه كتير جدا، من مش عايز اتكلم على حد، لكن انا بتكلم على كابتن محمود الخطيب هذا الأسطورة الكبيرة جدا جدا في عالم كرة القدم، ليس لأنه رئيس النادي الأهلي، ولكن سيظل هذا الرجل خالدا في قلوب كل المصريين لأنه الناس بتحبه، الناس بتحبه، كاريزما كده من عند ربنا، الناس كلها بتحب هذا الرجل وبتحب من هي تسمع اسمه، ليس أسطورة مصرية فقط ولكنه أيضا أسطورة إفريقية. جميلة جدا ان انت يكون عندك الاساطير دي، لازم تحافظ عليها، لازم دايما تديها حقها، لازم دايما تعرف ان الناس دي ياما اثرت في كثير من الشعوب المصرية زي ما قلت لحضراتكم، في الشعب المصري والشعوب العربية والافريقية. زي ما قلت لحضراتكم الرئيس في كلامه النهاردة كان كل كلامه عن ايه؟ عن الشكل والاحترام والادب.